بيت في منطقة ريسنيك، حي هديتشي، مع المدخل بتاعه من هنا. ده هنا الجلسة الخارجية. هنا في عندنا جلسة باربيكيو، الشوي بيت ما شاء الله. مساحة الأرض للبيت، طبعا في منطقة حجيج هنا بتلقى إطلالة مباشرة على هنا في مشروع عربي هناك أهو، وهنا في مشروع كمان اسمه دار زايد. الأرض ما شاء الله كبيرة، دولهم الإطلالة بتاعتها ظريفة جدا. كل ده جوه الأرض. طبعا هم زارعين فيها بصل وزارعين فيها حاجات، هم أغلبية البوستين كده بيكون عنده أرض كبيرة يستفيد منها في الصيف، عشان الصيف موسم الزراعة. عائلة ما يشتريش بصل، ما يشتريش طماطم كده يعني. في بعضهم بيزرع فراولة، فراولة بتطول شوية، بتقعد 3 4 سنين. ده هنا كده التصوير الداخلي. هنا عندهم الصالة ما شاء الله، البيت ريحته جميلة جدا. دي الصالة مع المطبخ. بلكونة صغيرة شوية ممكن تتكبر، بلكونة الفيو هنا. بسم الله. انتم شايفين في خصوصية كاملة في البيت. طبعا البيوت اللي بيكون فيها الناس عايشة فيها بتبقى أحسن من البيوت اللي مش ناس عايشين فيها. ليه؟ لأن اللي عايش فيها بيكون محافظ عليه وإيده فيها على طول، يعني بيحافظ على الصيانة اللي بيكون عايش فيها، فده بيكون أفضل يعني. ده هنا كده غرفة نوم. يبقى كده عندنا غرفة نوم. طبعا غرفة نوم فيها خصوصية كمان معالية برضو كذلك ما شاء الله. شوف خصوصية، مفيش حد كشف تقريبا خالص يعني. النظام القديم بقى تلفزيون في الغرفة وكده، دلوقتي بقت كل الناس تستعمل موبايلات. ده هنا كده الحمام، بيت صغير يعني مش كبير جدا. غرفة نوم وحمام، ده في الدور الأول. بقى ننزل على الدور الأرضي. ده هنا طبعا مساحة الأرض متر ودونم و400 متر مربع. طبعا الميزة ممكن تبني، طبعا سامعين الأصوات، تعرف البيت فيه عوازل أو لأ، تلاقي صوت بيرن كده، صوت العوازل. ده كده الدور الأول احنا خلصناه. ده دلوقتي هننزل دور أرضي، أو إن شئت أسميه صح دور الاتزان بيسموه كده. حدود الأرض باينة جدا من هنا، اهي واضحة مع المعالم. الحديقة هنا شوية صغيرة، الحديقة يعتبر جانبية مش حديقة أمامية. زي ما انتم شايفين هناك جماعة جايين من هناك، هم الشباب. ده الدور الأرضي. الدور الأرضي عبارة عن صالة مفتوحة بالكامل، دي ممكن تعمل صالة. وهنا عندك دي غرفة كده. طبعا الغرف اللي في الدور الاتزان ده لان الارض في شويه بيكون فيها ميول، فبتلاقي الجنب ده ما فيهوش اي شبابيك، لان هو اوريدي يعتبر تحت الارض، لان هو الارض فوق، فبتسميه دور الاتزان. هما هنا عاملين دي الصاله بيقعدوا فيها هما، وده الفيو بتاعها، وعاملين فوق غرف النوم او غرفه النوم فوق، فعاملين صاله وغرفه يعني. ممكن فوق غرفه النوم يتعمل وعندك حمامين، وهنا ممكن يتعمل حمام تاني زياده. الحمام التاني يتعمل فين؟ ممكن يتعمل في نفس المكان بتاع الحمام، أو ممكن يتوسع البيت. ودلوقتي بنبص من بره على شكل التوسيع هيكون عامل ازاي. الحديقة كبيرة 1400 متر، عاملة فيو رائع،
تطل على بقية المنطقة يمين وشمال. وأن هنا في بيوت جيرانك بيوت مسلمين عرب مسلمين. للآخر خالص كل الحديقة الكبيرة دي 1400 متر. كل الحديقة دي included في ال مع الصور مع البيت إلى الآخر كل ده إلى الحدود الحدود اللي هناك دي 1400 متر. كل دي اطلالة رائعة جميلة مع الجيران العرب المسلمين. وانا فوق مخديم ممكن تعمل هنا بيت تاني؟ ممكن طبعا، ففي فرصة انك تعمل بيت تاني. ده ايه ده؟ سورس اوف ووتر. ممتاز. سورس اوف ووتر للحدود للاخر مع اللف. ما شاء الله، يعني كله تبعه؟ كله تبعه للحدود. طب ممتاز جدا، ما شاء الله رائع. شومة شومة، حتى الشومة بيقول بتاعه. ممتاز ممتاز جدا ما شاء الله، المساحة ممتازة. نشوف شكل البيت لما هتعمله توسعة بيعمل ازاي. طبعا ممكن من اول هنا كده تعمل توسعة كل ده، يعني عندك تبني بيت كامل المساحة دي. كل ده ممكن يتعمل توسيع، ده يفتح هنا كده بالضم مع الكشك ده الموجود. كل ده يدخل في البيت، يبقى انت عندك بيت كامل. ممكن تعمل كل ده غرف نوم، كل ده صالة، او ممكن كل غرف النوم فوق. يعني لو ضفت نفس المساحة تقريبا زيادة تقريبا، هنا في غرفتين، يبقى عندك هنا غرفتين، وممكن تضيف كمان حمامين، يبقى 4 غرف نوم. والصالة تحت مفتوحة، يتعمل اوبن اريا، مساحة مفتوحة جدا تحت، تكون صالة وفي نفس الوقت يبقى لها، ممكن طبعا يبقى لها باب من الجنب على الحديقة، عشان الحديقة هتستغل جانبيا مش هتستغل أماميا. الحديقة الأمامية تقريبا زي ما انتم شايفين فيها خصية عالية، الشجر ده كله بيكبر، الأنواع دي بتكبر بسرعة. يا جماعة محافظين على الأرض، محافظين على البيت، محافظين على كل شيء. أسأل الله يبارك لهم، وأسأل الله يبارك للمشتري، ما شاء الله يبارك البسيط اللي هو احنا. قولوا امين. طبعا الميزه في البيت، البيت اهو ما شاء الله له مدخل خاص هناك. طبعا الباب زي ما انتم شايفين باب الحديد، بصراحه يكون ممتاز جدا. قفل كده مره خاص فقط، مشي براحتك، اطلع براحتك، تيجي براحتك. ده مدخل خاص للبيت مرة كامل لحد الآخر.
Thank you.
هي البلكونه من بره ما تشوفها تلاقي نفس مقاس، بس هو عمل السور بدل ما هو كان السور مع الحيطه دي، هو راح على السور ورا زي ما انتم شايفين، حط السور اهو هنا. فكره ذكيه جدا من عنده. هي فيلا لايت سريع اسكن فورا. ممكن تعمل الغرفه دي اللي هي الصاله، ممكن تعملها غرفه حمام ماستر. يبقى انت عندك هنا غرفه 2 3 غرف نوم فوق مع حمامين، وتحت غرفه يبقى عندك 4 غرف نوم مع حمامين. لا هنا يعني انت احجزها وتعالى هات شنطتك واسكن فورا فورا. طبعا احنا الان في البوسنه داخل العاصمه البوسنيه سراييفو. الان عندنا فيلا لايت اللي قلنا عليها، هذه الفيلا هنبدا فيها. بس طبعا احنا قلنا ناخد صوره من عند الجيران، التفاح بتاع الجيران هنا. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله التفاح هنا في كل مكان، الله بارك في البوسنه. شوف الارض وقعت ايه ده، يعني النعمه هنا عندهم، الله اكبر. اسال الله يزيدهم ولا ينقصهم، يعني بتكون في زراعه كتير وميه كتير، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تلاقي كل مكان فيه ثمار تفاح وكمثرى، من كتر التفاح زي ما انتم شايفين مرمي في الارض. طبعا هنا الفيلا مبدئيا، الحي اللي هنا هو حي طبعا منطقه بيسموها تبع منطقه هاديتشي، على اطراف منطقه هاديتشي في حدود مع اطراف اليجا، يعني بينها وبين اليجا تقريبا، هي اقرب لاليجا من سنتر هاديتشي، يعني تقريبا الى اليجا يمكن 4 دقائق 5 دقائق في مدخل تراديت اليجا، للمطار تقريبا 10 دقائق. الفيلا مساحه الارض فيها 428 صح؟ 428 متر. طبعا بتتكون عن مبنيين، المبنى الاولاني الفيلا والمبنى الثاني الجراج زي ما انتم شايفين. في حديقتين، الحديقه الاولى اللي هي الاماميه دي، ولكن الحديقه شويه صغيره، الحديقه الخلفيه الحديقه الكبيره. تعالوا نشوف الحديقه عامله ازاي من ورا. الجراج حجم كويس، يعني حتى العربية بتاعتنا جيب شوية عالية، حتى ارتفاعها أقل من ارتفاع جراج عادي. فهم دايما يفضلوا هنا يكون في جراج عندهم. طبعا السبب الرئيسي إيه؟ طبعا أول حاجة موضوع التلج، إنه وقت التلج يبقى العربية تبهدل في التلج، يبقى التلج على طول عليها تيجي تستعملها، تقعد تنظف هنا يبقى على طول تستعملها دايركت يعني. ودي أول حاجة. تاني حاجة طبعا عشان موضوع الأمطار الكتير والصدى اللي بيحصل للعربية، فهم بيفضلوا الجراج، فتلاقيهم دايما يحطوا جراج مع العربية. حتى بعض البيوت بتلاقيهم بيشتروا جراج داخل العمارة نفسها. توكلنا على الله. دي الحديقة الخلفية. طبعا شوف الراجل هنا حاطط عوازل ازاي في الأرض، شايف؟ عوازل الجراج عشان ما يدخلش والتلج. طبعا دي الحديقة الخلفية بالكامل. مساحة الحديقة تقريبا الخلفية فقط يمكن 180 او 190 متر، الحديقة الخلفية دي قرب ال 200 تقريبا. طبعا الحديقة ما فيش فيها مساحة كبيرة، لكن برأيي الشخصي ممكن تستغل ازاي الحديقة. تعمل هنا جلسة شوي المنطقة دي، شوف انا واقف هنا وفي هنا لحد ما الفيو مفتوح قليلا، يعني مش كبير قوي. تمام. طبعا فوق الجراج نستعمله كجلسة، برضه ممكن تستعمله كجلسة، حط صور كده. اوكي تمام. ده فوق الجراج، يبقى انت ممكن تستعمله جلسه تقعد فيه كذلك، تشرب الشاي زي ما انت عاوز. خلي بالك بس الشجر في جوه الارض تفاح. دول الجيران ما شاء الله. طبعا الجيران شايف عامل ازاي، دور كامل هنا زياده. طبعا ممكن توسع نفس الفكره، عايز توسع في البيت عندك توسع، يعني ده بيت اكتر ما هو بيت مع حديقه، يعني هو اساسا بيت. فاللي بيدور على بيت بس يقول لك مش هم عندي الحديقه وما عندي سكن، الحديقه استغل المنتزهات، استغل الحدائق اللي بره، بس يبقى عندي بيت احط فيه حاجتي في منطقه امان بين صاحب البيت ده. البيت ده احنا سميناه لايت لان مساحه الارض صغيره، المنطقه هنا قريبه من اليجا، موقعها ممتاز. حتى لو انت حبيت تاخده كاستثمار ممكن برضه كاستثمار، لان كاستثمار او اعاده التاجير، اعاده التاجير بيكون مطلوب في حاجات زي كده، البيوت زي كده، لان المستاجرين اللي بيجوا في الصيف هنا ما مش يعني الهدف الرئيسي بتاعهم مش عشان ياخد ارض فيها حديقه كبيره
يسكن مثلا والله يقعد له سنه سنتين، لا هو اهم حاجه كسكن يحط فيه حاجته، ان هو بيكون مدور على بديل مختلف او بديل عن الفندق. الفندق ما فيش حديقه تبعك او تبع الساكن، لكن انت مدور على سكن. فاسره مثلا بتيجي 10 اشخاص بيدوروا على البيوت بهذا الشكل، بيكون ايجارها سريع. متوسط سعر الايجار اليومي في الصيف لهذا المستوى تقريبا 200 يورو تقريبا بيبدا ستارت، يعني ممكن 250 ممكن 220 بحسب الضغط، ممكن 180، متوسط نقول 200 يورو. الان البيت متخرم هنا، البيت مكون من طابقين. احنا الان في الطابق الارضي. الطابق الارضي عندنا اول شيء هنا عندنا ده ممر او مخزن. المخزن ده بيكون مفيد جدا. الناس يقول لك ملوش لازمه، لا بيقولوا لازمه لما تكون انت جاي من السفر ومعاك شنط، تحط كل الشنط بتاعتك هنا، فهي بتستغل المساحه بتاعت المخزن بالكامل. نشوف قد ايه الطول بتاع المخزن تقريبا. ثلاثة متر بوينت 8 يعني تقريبا 4 متر يعني كده. والعرض يعني مش محتاج نقيس، يعني هو شوف ده قص العرض برضه تقريبا متر، يعني تقريبا 4 متر. طبعا تحت المخزن تحت السلم هو حاط ايه هنا؟ حاط بتاع الازرق ده، هو عباره عن ايه؟ دي الماكينه بتاعت التدفئه، شايف هنا؟ طبعا بالتالي حبيت تيجي صيف حبيت تيجي في الشتاء انت كل حاجه متوصل. ماكينه التدفئه دي هو عملها عشان يعمل فيها بالخشب، يدفي هو الخشب. لو شوفوا البايبات، جه البايبات هنا، شايف البايبات طالعه ازاي؟ كامل البيت بالكامل. سعرها لوحدها مع البايبات مع التكلفه تقريبا 7000 8000 يورو. اول ما تخش هنا على اليمين في الحمام. الحمام طبعا هنا حاطين فيه جاكوزي، هنا البانيو، وفي كرسي زي ما انتم شايفين تحت. وطبعا حاطين تدفئه جوه الحمام، طبعا دي مهمه. اللي يحس بالطعم التدفئه في الحمام اللي بيقعدوا هنا في الشتاء، طبعا الشتاء بيكون درجه الحراره توصل ماينس ممكن 15 ماينس 10 فبيكون في بيت. هنا الممر او الترعه عرضها تقريبا متر و 30 والطول بتاعها أربعة متر ثمانية خمسة متر. احنا الآن مازلنا في الطبق الأرضي، التدفئة موجودة في كل مكان تتم توزيعها. دي هنا الغرفة الأولى، الغرفة الأولى شوية غرفة محدودة صغيرة. طبعا الغرفة دي ممكن تحط فيها سرير واحد، تحط فيها جلسة، غرفة أطفال. حجم الغرفة الطول بتاعها عندك 3 متر هنا، وهنا عندنا 3 متر في 2 يعني كام، عن 6 متر تقريبا. الغرفة دي فيها ميزة، هحط لك فيها الفاير بليس هنا، بحيث لو انت مش عاوز تدفي عن طريق السخان اللي احنا قلنا عليه ممكن تركب هنا وصلة او ماكينة وتوصل وتشغل بالكهرباء. تشوف الغرفة الثانية، هاي الغرفة الثانية غرفة أوسع، هنا الطول 3.5، العرض عندنا 3.5 تقريبا نفس. الغرفة دي فيها عندنا ميزة مهمة جدا، فيها شباكين او مكانين للاضاءه. هنا ده ده يدخل الشمس وشباك عادي، وهنا بلكونه. طبعا هنا بلكونه او التراس الطابق الارضي زي ما انتم شايفين، هو تراس ارضي او بلكونه ارضيه، استعمالها هيكون قليل طبعا انت هنا في الطابق الارضي، لكن ايه برضو كمنفذ منفذ البيت ممكن تستعمله تحت تشوي فيه حاجه حبيت تشوي هتشوي في الحديقه، يعني برضو بتدي ايه جمال او لمسه جمال. مفيش هنا اطلاله كبيره، يعني هي الفيلا بدون اطلاله، لكن يكون سعرها حنين يكون كذلك فيها خدمات. بص الباركيه او الارضيات، شايف الباركيه عامل ازاي؟ يعني مستوى نظيف جدا، وبالتالي صاحب البيت صارف على البيت وعامل شغل مرتب كويس. نخش الان المكان الثالث هنا، ده عباره عن صاله مع مطبخ، مع المطبخ
تمام. هنا تشوف المسافه بتاعته قد ايه تقريبا. هنا 3.6 هنا عندنا خمسة فاصلة ثلاثة تقريبا. طبعا ده المطبخ من هنا بالكامل. مطبخ هنا امريكي مفتوح على الصالة. ممكن تعمل دي غرفة طعام بس زي ما انت عاوز. عايز تعملها كلها مطبخ ممكن. طبعا الشفاط مركب كل شيء مركب. نطلع الطبق اللي فوق. يبقى الطبق الاول عندنا مرة تانية مراجعة سريعة. غرفتين نوم. ادي الغرفة الاولى. ودي الغرفة التانية. مع صالة. مع حمام. نطلع الطابق اللي فوق. اتفضل. طبعا لو لاحظوا طالع على الطابق اللي فوق شايف ما شاء الله الاضاءه احلى ازاي؟ طبعا بسبب الشباك ان هو الشباك في ارتفاع، ارتفاع الشباك في السلم هو اللي بيدخل الاضاءه. ارتفاعه كل ما يكون اطول كل ما يكون الاضاءه تكون اكبر. حاطين ترفيعه جوه السلم زي ما انتم شفتوا طالعين. غير طبعا زي ما انتم شايفين السلم معمول بالحديد. طبعا ده يعتبر اغلى انواع الديكور في السلم. لكن هم اصحاب البيت حاطينهم مرتبينه عشان يسكنوا فيه. بس قدر الله ونسيب. هنا او نطلع هنا عندك ده تراس او بلكونه صغيره. هاي البلكونه لو انت عايز راي اقتراح يعني تعديلي تزود بلكونه شويه تشبكها مع الايه؟ مع الحديقه بحيث يبقى كله سداح مداح. وهنا ممكن تسكن فورا. هنا الحمام. ده الحمام الاول لكن طبعا الحمام هو ما شطبهوش فبالتالي محتاج تشطيب الحمام. لو لاحظت شباك الحمام هنا حطه خلف ما حطوش نفس المكان اللي تحت بحيث ان هو يكشف على الحديقه. الأمارة نفس المقاسات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. مره ثانيه راجع عليها كانت تتذكر. واحد بشويه واحد ونص وهنا كان خمسه تقريبا. دي غرفه صغيره. هو في طبعا حط بعض الاغراض بتاعته الشخصيه لكن طبعا ايه وقت الشراء بتيجي كل شيء. مفيش اطلالات زي ما قلنا في الفيلا. طبعا هنا حاطه هو ام دي اف تحت. مش حاطط باركيه زي الطبق الاول الارضي. هنا شويه الغرفه يعني كتشطيب هناك تحت شويه قبل طبعا الباركيه. هنا البلكونه لو تلاحظوا وسعت شويه. شوف البلكونه هنا بقت اوسع من تحت. الوسع في ايه؟ هي البلكونه من بره اما تشوفها هتلاقي نفس المقاس بس هو عمل السور بدل ما هو كان السور مع الحيطه دي هو راح على السور ورا زي ما انتم شايفين. حط السور اهو هنا. فكرة ذكية جدا من عنده بحيث يعرف يستفيد من مساحة البلكونة بقت فيه مجال أوسع. طبعا البلكونة فيها شباك بيفتح على إيه؟ على المطبخ أو على الصالة لو أنت عايز تعمل دي صالة. ممكن تعمل الغرفة دي اللي هي الصالة ممكن تعملها غرفة حمام ماستر. يبقى أنت عندك هنا غرفة اتنين تلات غرف نوم فوق مع حمامين وتحت غرفة يبقى عندك أربع غرف نوم مع حمامين. ده ممكن تعمل حاجة زي كده. ده زي ما أنتوا عايزين طبعا الاقتراح. طبعا ده هنا اللي زي ما قلنا ده الجزء اللي هو كان معمول للمطبخ. ممكن يتعمل الحمام بسهوله جدا لان الفيلا ممكن توصلها خارجيه مباشره. دي ممكن تتعمل غرفه وحمام ممتازه جدا. غرفه ماستر لو حابين تعملوها غرفه ماستر زي ما قلنا يبقى واحد هنا ثلاث غرف وتحت غرفه يبقى اربع غرف نوم وعندها ثلاث حمامات. هي فيلا لايت سريعه تسكن فورا. طبعا هنا في سلم او صنداره ممكن لو انت عايز تطلع فوق كان ممكن تعمل ولكن هم مقفلين بحيث ان هم ايه مكتفيين بالمساحه. بص على التدفئه في كل مكان هنا وهناك في تدفئه في الغرفه دي هناك. يعني زي ما قلنا التدفئه كامله في كل البيت وده كويس. دي التدفئه تمام. اللي عاوز يسكن فورا مش عاوز يتعب نفسه في البحث ولا في يقول لك اروح اسكن فين او اروح ادور على فيلا او اشتري فيلا هنا يعني انت احجزها وتعالى هات شنطتك واسكن فورا فورا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا عندنا في القناه على اليوتيوب واشتركوا كذلك عندنا في جميع منصات التواصل. عندنا في السناب شات عندنا في الانستجرام عندنا في الواتساب. رقم الواتساب بنكتبه لكم الان على الشاشه. كذلك طبعا ارسلوا الطلبات العقاريه اللي عندكم استفساراتكم. فريقنا جاهز للرد عليكم 24 ساعه في الاسبوع. اضغط علامه الجرس حتى ياتيك الفيديوهات الجديدة أول بأول. أشوفكم الفيديو القادم. هل جاء
الجيران اللي حواليها مسلمين؟ هل هم صرب؟ هل هي بتحس باي مضايقه؟ هي طبعا مسلم، فعايزين نتاكد. الناس تقول لك لا اصل في البوسنه في صرب وفي مسلمين وانا عايز اسكن في حته في المسلمين، فخلينا نسالها السؤال زي كده مباشر. يعني هتبيع الفلوس كلها وتديها لبنتها بس تساعد ما شاء الله. وصلنا الحمد لله البيت. البيت زي ما قلنا مساحه الارض 2000 متر تقريبا، يعني هو 1908 تقريبا 2000. طبعا زي ما انتم شايفين اطلاله صاله مفتوحه تماما. عندك دي منطقه دوبرينيا، طبعا هنا سراييفو، عندك الجبال هناك خالص دي كانت دي جبال منطقه بوجوتشا اللي هناك بعيده جدا. يعني انت شايف بعينك اكتر من 7 كيلو في المنطقه دي تقريبا. الميزه هنا بقى في الارض او صاحب البيت، انت شايف كلها اشجار فواكه. بص كده اتفضل، ده تفاح، ده عفوا كوميترا بس طبعا السيزون خلص. هنا ده تفاح. طبعا في حاجه بسيطه هنا في الارض، الارض فيها زي ما انت شايف فيها هنا انخفاض بسيط، بس دي حاجه بسيطه يعني ممكن انت تحط تعمل فيه الليفل ده شيء عشان هو ماسك الشارع من تحت اقل والشارع اللي فوق اعلى، وهنا الانخفاض ده يتجاوز 10% يعني حتى تمشي برجلك عادي. طبعا دور الاتزان عندنا ده، وعندنا الدور الاول والدور الثاني. طبعا ده الجراج، طبعا ده جراج صغير يعني يكفي للمخزن، هم حاطين يستعمل كمخزن ايضا. طبعا ده ممكن تحط فيه حاجات بتاعت الحديقه، حاجات قص الحديقه زي ما انت شايف، العاب الاطفال، اي منطقه مرغوب فيها كذلك في المنطقه دي. يعني هو بص طوله قد ايه؟ العرض بتاع 4 متر. شوف الطول هنا قد ايه؟ شوف كام سقف عندك؟ أربعة متر في 8 تقريبا. طبعا المنطقة دي أو المخزن ده له باب من هنا زي ما انتم شايفين، يعني نفس المخزن باب من هنا ممكن يستعمل مخزن زي ما هم عاملينه، ممكن يستعمل كغرفة خدامة. يعني انت في شباك هنا، في شايف ده شباك موجود، ممكن تعمل هنا غرفة خدامة مع شباك مع حمام مع كل حاجة خاصة بالخدم في المنطقة اللي هنا بالكامل. انت طبعا شباك الكهربائي مفيش مشكلة. هنا عندنا تحمية الدور الأرضي أو الدور الأرضي ده كل. طبعا المنطقه دي هم مش مستغلينها، شايفين المنطقه دي ممكن تستغلها انت هنا تحط فيها زي طاوله صغيره وكراسي، ممكن تقعد تاكل على الفيو. الفيو هنا طبعا جميل. ده كله تبع المخزن. هنا عندنا 2 مخزن مش مخزن واحد. المخزن الاول دخلناه وده المخزن الثاني. ده جراج تمام، ده اكبر شويه. طبعا ده له مدخل البيت هنا، يعني ممكن نحط العربيه في الاتجاه ده كده، ندخل العربيه هنا نخش على هنا على طول. شوف حجمه قد ايه، ده العمق بتاعه 4. تقريبا 3-4 المساحه دي، يعني هو قد العربيه جراج، استعمل اكثر جراج.
لو انت ما عندكش عربيه وعايز تستفيد منه كذلك ممكن تستخدمه كدوانيه. ممكن تشيل الحيطه دي وتكبر هنا الشباك ده كده كامل. شوف الاطلاله هنا عامله ازاي. بص شايف الاطلاله. طبعا ده الجراج اللي احنا قلنا عليه. عندك 4 متر في 3 يعني 12 متر مربع تقريبا. ممكن يستعمل جراج وممكن يستعمل كدوانيه. الاطلاله هنا ممتازه. احنا كل ده بدور كده. طبعا الباب ده اهو هو اللي بيطلع على المخزن الثاني. فاكرين المخزن الاول اللي خدنا فيه ده بيطلع عليه بحيث يبقى عندك زي ما قلنا ممكن تعمل غرفه خدم. المدخل بتاعهم من هنا غرفه الخدم وحمام وتقسم مطبخ كل شيء. نخش دلوقتي في البيت من فوق. ده المكان اللي فيه الرخصه الثانيه. يبقى كده عندك البيت او الارض لها اثنين رخصه. الرخصه الاولانيه اللي هي اللي فيها البيت هناك اهو عباره عن 3 ادوار. مساحه البيت الاجمالي داخله على 220 وممكن اكتر شويه. وهنا في رخصه لبيت ثاني. طبعا عندك رخصه بتلاقي سهل عليك. حبيت تبني فورا تبني. تمام ديوانيه. عايز تبني بيت كامل تبني زي ما انت عاوز. ليه راحتك. شوف الاطفال هنا عامل ازاي. بص 300 متر. طبعا ده هنا وعملنا مر بسيط للدور اللي هنا. طبعا المر ده ممكن يكبر لحد نهايه الايه الاسمنت. نهايه الاسمنت تقريبا عندك 2 متر. فممكن تكبر ده شويه. وده احنا ننصح بيه وتدخل والسقف تزوده شويه حاجه بسيطه وتدخل بحيث يبقى سلم داخلي عندك من جوه البيت. ومدخل السلم من هنا مدخل البيت من تحت. يا مدخل تطلع فوق هنا وتكمل كده. دلوقتي احنا في الطابق الثاني. دلوقتي الطابق الثاني ده مدخل. طبعا هم عاملين البيت متقسم جزئين. الجزء اللي فوق نفس اللي تحت بس في فرق بسيط. بس خلينا نتكلم عن الجزء الاول. طبعا هنا الممر الاول. خلينا نشوف الممر ده عرضه كام. تقريبا 1.30 متر عرض الممر. طبعا 1.30 متر يكفي الدخول لو في اثاث في اي شنط في اي شيء. خلينا نشوف الطول قد ايه. كم؟ 24. اول ما تخش هنا على اليمين عندنا الحمام. اتفضل. طبعا لو تلاحظ بص حتى من ضمن الحاجات في الحمام. الحمام جديد. وشوف الذوق بتاع السيراميك لونه بنفسجي. وحاطه هي السجاده بنفسجي. طبعا حاجات لمسات بسيطه من صاحبه البيت لكن تبين لك ان صاحبه البيت تهتم بابسط الامور. فبالتالي تهتم اكيد بالحاجات الاكبر يعني. طبعا احنا خش بحمام تاني. خش بحمام. طبعا احنا لو احنا قلنا لو هندخل زي ما قلنا هندخل السلم داخلي هنشيل الشباك ده من هنا عشان ما يفتحش هنا. هنعمل هنا شباك صغير في المنطقه اللي هنا كده. المنطقه دي يبقى شباك علوي على السقف او ممكن شباك هنا بحيث يكون حمام خالي. هنا عندنا غرفه الاولى. شوف هاي الغرفه. هاي الغرفه عرضها هي 2.60 متر. وهنا العمق بتاعها هيكون سكة الباب كده حبيبي. بس انا ايوه عندك هنا 3.5. هي غرفة صغيرة لكن انا بنصح اللي هيشتري الغرفة دي وراها بلكونة تراس. فانت هنا ممكن تفتح وتفتح تعمل تراس وراها نفس الطابق الاول اللي هنبص عليه تاني. ده كده الغرفة الأولى. كده هنحط الطابق الأول. ودي كده الصالة. طبعا الصالة هي مستعملها صالة ودي ممكن تستعمل غرفة أيضا لأن احنا عندنا البيت عبارة عن دورين. طبعا دي صاحبة البيت. هنا عندنا العمق تقريبا 4.8. وهنا تقريبا 5 متر. طبعا زي ما انتم شايفين هم مستخدمين الصاله. هو عاملينها صاله بس انت لو هتاخدها ممكن تعملها غرفه. وطبعا شبه غرفه مناسبه جدا. يكون السرير اما من هنا كده
في المنطقه دي. شوف هيكون ده الاطلال عندك، شوف الاطلال هنا، ويكون الدولاب في المنطقه اللي هنا، الدولاب اما يكون هنا ويكون هنا السراحه، والمرايه تكون هنا زي ما انتم عايزين. حط هنا تلفزيون او شاشه كبيره من الحيطه. راح طلبنا منهم يجهزوا لنا كل الامور بالكامل، كل المخطط وكل شيء. الحاجات دي كلها هنصورها لكم، نفرجها لكم الصوره طبعا. ده شكل المشروع، كل حاجه هنصورها لكم دلوقتي ونحطها لكم صوره مع الايه؟ مع الفيلا. طبعا ده شكل الفيلا اهو بالكامل زي ما انتم شايفين، اوراقها كلها متكامله معتمده من البلديه وكل شيء، كل حاجه. ده مخطط كامل لكل دور. ده الجراج اللي احنا قلنا عليه تتذكروا، دي قلنا الغرفه اللي ممكن تعمل غرفه خدامه، فاكرين مدخل من هنا، وهنا عندك ده الغرفه الكبيره، اسف دي الغرفه بتاعت الخدامه اللي قلنا عليه، ودي ده جراج، عندك جراجين. والحاجات دي هنصورها لكم كامل. وهنا نشوف ده الطابق الاول، ده الطابق اللي احنا فيه، احنا نصوره الان، ده الطابق اللي احنا فيه الان. احنا الان في الغرفة دي، شايفين اهي الغرفة، تمام تمام اوكي. تعال نبص بقى على البلكونة، صور الفيو مع عالم، محدش هيتكلم بقى يعني، فيو صراحة بالكامل لوحده. شوف الجار هنا بيجيب لك زي الكمترا، شايف طبعا طالع بالسلم فوق بيجيب طبعا كمتر، هو بيهز الشجره عشان الثمره الناضجه تسقط تقع. بص بص العربيه تدوس عليها ازاي من كتر الكمتر، ما شاء الله يا رب، اللهم زدنا وتنقصنا، اللهم زدنا وتنقصنا. الفيو عندك مفتوح تماما، دي منطقه الدبرانيا اللي هناك زي ما انتم شايفينها، ده شارع تيتو هناك. طبعا سراييفو، شايفين السنتر بتاع سراييفو، شايف الجبل ده بعديها مباشره. طبعا المنطقه دي ننصح يعمل فيها تراس، نحط فيها تراس بحيث تستفيد تغطي البلكونه اللي تحت، ممكن توسع الغرفه اللي هنا. هنا شويه شغل بسيط في الايه؟ الفيلا، بس هيكون هيدي طبعا واسع. كل واحد له مزاج في الفيلا بتاعته اللي بيبنيها، هو شايف ان ده بالنسبه له مريح، ممكن فلوسه ما كملتش ان هو يعمل الجزء ده. لكن اي فيلا انت هتشتريها، اي فيلا من اي نوع في البوسنه لازم تحط تاتش بتاعك. لو انت متخيل انك هتشتري فيلا وتسكن فيها مباشره، اقول لك شيل الامر ده من راسك نهائيا، لانه في الاخر انا مقاسي غير مقاسك. وكل واحد انت بتشتري، يوم تيجي تشتري سياره، او انت اشتريت سياره مثلا مستعمله، اول حاجه غير الفرشه صح الداخلي، تقول والله عايز اغير التواير، عايز احط على الدركسيون، احط القماشه، إيه انت لازم تحط التاتش بتاعك او البصمه يعني. واي بني ادم كده بالك بيت وهتسكن فيه لازم تعدل فيه. لكن اهم النقاط الاساسيه في البيت، مساحه الارض 2000 متر، هاي المساحه دي مهمه يعني، ما تلاقي مساحات بالحجم ده في المنطقة دي بسهولة. شوف الحاجة بقى، شوف الستارة الناس عاملين ازاي، مرتبين الستارة ومرتبين كل حاجة. طبعا ده الفايف بيس او التدفئة، هم عندهم حاطين تدفئة كهرباء زي ما انتم شايفين، بس ممكن طبعا هو تدفئة كهرباء بتستعمل عادي في الشتاء. بس طبعا هو تدفئة الكهرباء بيكون فيها ميزه وعيب، ميزتها ان هي بتدفي بسرعه، وعيبها ان هي التدفئه بتروح بسرعه. لكن لو انت حاطط عوازل قويه عادي. حاليا هم طبعا اسعار الغاز عندهم زادت، فبالتالي اصبحت الكهرباء قريب من الغاز، مفيش فرق كتير. هو افضل تدفئه تتحط بصفه عامه في البوسنه هي تدفئه بالميه. تدفئه بالميه اللي هي الميه الوزاره نفسها تجيب لك ميه سخنه. ودي موجوده في منطقه واحده في البوسنه كلها، منطقه اسمها لوجين فقط. هي الحكومه بتطلع لك ميه سخنه. نفس تركيا. تركيا اغلب تدفئه فيها بيكون ميه سخنه. طب لو ما كانش انت اما بتكون حاط عندك زي اللي هو السخان اللي في المطبخ، بياخد الميه الساقعه بيرجع يسخنها ويدخلها في كل السيستم بتاعك، او عندك تدفئه بالكهرباء، يعني ما راح تفرق كتير في التدفئه يعني. انت هتيجي تقعد شهر شهرين ولا بسيطه. لو انت مش عاوز تحط هنا الفاير بليس، هنا تحط تدفئه هنا بالحطب، ممكن تحط من المنطقه دي. نشوف هنا الغرفه الثانيه. دي كده غرفه كاملة، هما عبارة عن هما فيها مطبخ الغرفة، أنت ممكن تخيل مطبخ موجود، وممكن كذلك تستعمل الغرفة دي وتحط المطبخ ده تخليه ممكن حمام لو عاوز، لو مش عاوز عايز تخليه مطبخ زي ما هو، ما راح تفرق أنت حسب. هما مستعملينها غرفة أو غرفة طعام، حاطين فيها غرفة طعام هنا. شوف طبعا الفيو عامل إزاي،
هنا الرخصه اللي قلنا عليها، فاكر لما كنا واقفين بره واخدنا الكمتر من هنا؟ هنا في رخصه بيت هنا من بره. طبعا نقطه عايز اقول لك عليها، ما تقعد مثلا تنشل نفسك بيت من اول يوم وانت بتحط الغرف، تكون عارف تحط هنا غرفه نوم ولا صاله من اول يوم انت رتب حاجتك. مش تقول والله هي غرفه هستعملها اي حاجه، الكلام ده ما ينفعش، لان انت لما تكون انت مرتب من اول يوم على الامر ده تكون عارف حدود البيت وعارف كل غرفه تحطها فين. شوف هي من اول يوم حاطه دي غرفه معيشه، كانت غيرت الكنبه بدل ما هي كانت كنبه ايه اللي حاطه كنبه عاديه، بس من اول يوم هي مرتبه ان دي غرفه معيشه بتحطها ودي غرفه نوم. طبعا دي الجزء اللي احنا قلنا عليه، ننصح ان نحط هنا تراس او بلكونه، طبعا ما تكلفش كتير، ممكن 3000 مارك ولا حاجه، حاجه بسيطه يعني. شايف الغرفه احنا فيها قلنا عرضها تقريبا 4.6 العرض بتاعها، العمق بتاعها قلنا تقريبا هيكون، بس مش عارف مكتوب محطه اسنها طلع كام يا يعني. 5 اهو 5 تقريبا. ايوه الدور اللي احنا فيه المطبخ، طبعا المطبخ جنب الحمام، يعني ممكن تخلي كل دي، ممكن تشيل المطبخ بالكامل وممكن تستعمله تخليه غرفه طعام، ممكن كذلك مش مشكله عادي. ممكن تقفل ده يكون ده حمام، يبقى عندك حمامين بيخدموا غرفتين نوم ودي الغرفه الثالثه، يبقى عندك 3 غرف نوم، ممكن تخلي 3 غرف نوم ودي هنا في حمامين، ممكن تخلي غرفه طعام زي ما انت عاوز. طبعا الاوراق كامله زي ما انتم شايفين. طبعا المساحه الصافيه 170، المساحه الصافيه بدون طبعا البلكونات، يعني مع البلكونات ممكن توصل زي ما قلنا 220 مره واحده. هنا عندك ده ممكن تقعد عادي مش مشكله، الله يستر. ده الدور الاول، هنزل بص عليه دلوقتي، المدخل من هنا. هنا اوريدي عندهم بلكونه، فكان البلكونه اللي فوق هو اوريدي عنده بلكونه هنا. لو انت عملت بلكونه في الدور اللي هنا اللي فوق، شايف ده، لو عملت هنا بلكونه هيكون هو عباره عن سقف البلكونه اللي تحت، وبالتالي ممكن تستعمل دي غرفه كمان لو انت عايز، ممكن تستعمله غرفه وتوسع الغرفه دي، يبقى غرفتين، يبقى عندك صاله وهنا عندك غرفه وغرفه ثانيه. مبدئيا نتكلم عن المشروع ككامل او الفيلا الكامله. الدور الاول عباره عن حمام ومطبخ وغرفه، هي هم هنا فاصلين الغرفه فاكر، فاصلينها تحت، يبقى حمام ومطبخ ودي غرفه ودي الثانيه وده صاله في الدور الاول او في الدور الاول. في الدور الثاني عندنا غرفه وصاله، ممكن تستعملهم انت غرفه، يبقى لو قلنا دي غرفتين يبقى غرفتين هنا وهنا تحت غرفتين، يبقى 4 غرف نوم. وهنا لو عملت دي كمان غرفه زي ما قلنا يبقى عندك 5 غرف نوم ممكن تحطها، يعني عندك في مرونه عاليه في موضوع التفصيل بتاع الغرف في المشروع. الحاجات دي كلها هتصور برضو نحطها لكم على الشاشة. ده هنا اللي قلنا عليه تحت، في عندهم جراشين، جراش اول جراج تاني. طبعا هو بصفة عامة بيحاولوا يقسموا الفيلا بتاعتهم او بيوتهم كلها مدخلين. ليه مدخلين؟ ليه؟ ممكن يقول لك والله مثلا ابني يقعد في المدخل وانا اكون قاعد في المدخل، يعني كأنه قريب من نظام الشقق، فهو بذلك نفس الموضوع عامل ايه جراشين بحيث ايه ممكن يستخدم كده. ده الجراج احنا قلنا عليه ممكن يستعمل غرفة خدامة. طبعا الجراج ده ارتفاعه تقريبا 2 متر، فده ارتفاعه قليل جدا، فده ممكن يستخدم كغرفة خدامة، في شباك وممكن حمام، لها باب من هنا منفصل تماما عن البيت. البيت صراحة مقسم بطريقة ممتازة، يعني في ذكاء جدا في التقسيم. ده شكل موقع البيت في الأرض، ده الشارع وده الشارع التاني، عبارة عن 3 قطع، 1 2 3 قطع مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنا المساحات، هنا بيوصف المشروع بشكل البيت عامل ازاي. ده صور الفيلا بعد ما اتبنت، بعد ما بنوها. ده هنا المساحة بتاعت الأرض، عندك هنا 7×8×7 دي قطعة أولى، القطعة التانية اللي هي المساحة التانية، عندك دول مجموع المساحات بالكامل تقريبا زي ما قلنا 1980. دي حاجة اسمها رخصة المشروع، أي فيلا بتعمل حاجة اسمها بيعملها رخصة مشروع.
الالوان اللي احنا شفناها حاطين اهو. عندك طبعا زي ما انتم شايفين الورقه ده بيسموها الكاتاستر ودي بيسموها الملكيه، ملكيه الارض وملكيه الاخر. لو هندخل السلم في المنطقه دي بالظبط هيكون الباب من هنا كده، الباب تطلع من هنا على الدور اللي فوق شايف، وده هنا هيكون كل ده جوه البيت، بحيث يكون عندك هنا المدخل ده يتشال من هنا وده هيتوسع بالكامل، حد ممكن يتوسع او ممكن تبقى زي ما هي، ممكن تبقى هنا منطقه استقبال بسيطه او صغيره، وممكن كل ده تدخله كمان جوه البيت لو عايز تدخله. عندك اختيارات كتير متاحه. طبعا احنا في سالنا برضو صاحبه البيت، قلنا لو حد هيشتري دلوقتي سجلناه على السناب شات، تابعونا برضو على السناب عشان تشوفوا. لو حد جاي هيشتري وعاوز يدفع نص مبلغ الان والنص التاني بعد شهرين او ثلاثه، قالت انا ما عنديش مانع اوافق على حاجه زي كده. طبعا اشترطت طبعا شرط ان هي يكون المبلغ عند كاتب العدل او ممثل القاضي اللي هو عند النوتر، وده طبعا لمصلحه المشتري ومصلحه البائع للطرفين يستفيدوا. هنشوف الدور الاول. طبعا هنا المدخل ده نفس اللي فوق تقريبا، مفيش اي اختلافات غير اختلافات بسيطة. هنشوف هنا الحمام، تمام. هنا غرفة نوم، الغرفة الأولى. طبعا نفس المسافات أو نفس المساحات، مش محتاجين نقيس تاني يعني، كنا قيسناها فوق قبل كده. طبعا لا، الغرفة دي ممكن تكون أكبر شوية عشان الغرفة دي اللي فوق كانت هنا كده، دي 3 متر ونص تقريبا. بس الغرفه دي فيها زياده تراس او البلكونه، احنا قلنا ممكن نعمل في الدور اللي فوق، وانا ممكن نحط هنا بلكونه فوق، لو حطينا فوق بلكونه تبقى دي ممكن تقفل غرفه لوحدها، لو تقفل الغرفه ممكن تفتح على كده على دي، يكون معاك غرفه كبيره في المنطقه دي، وهنا ممكن يبقى غرفه لها مدخلين كده. طبعا هنا المطبخ، هم هنا فاصلين عن الدور اللي فوق، هنا حطوا مطبخ منفصل تماما عن الغرفة دي، لكن هم فوق كانوا حاطينهم الاثنين في بعض. فانت ممكن تستفيد ده من الموضوع ده، ممكن تخيل ده زي ما هو مطبخ، ممكن تخليه حمام زيادة، ممكن تخليه مطبخ واحد ومطبخ فوق زي ما انت عاوز. ودي غرفة نوم. طبعا شوف لو هم فصلوه، بص بقت غرفة نوم كام مقاسها. هنا عندك 3.5 تقريبا. هنا نشوف قد ايه. 3.5 × 4 تقريبا الغرفة. كان غرفة شوية صغيرة، بس طبعا هما عاملين حسب مقاساتهم. لو تلاحظ هنا ده الفاير بليس اللي قلنا هي تدفئة، ممكن تحطها تدفئة حطب. طبعا احنا مش سالناهاش لاستهلال البيع بالاساس، فبدون اساس. طبعا هنا دي صاله بالكامل، الصاله هنا اوسع شويه من فوق لو تلاحظ. ليه الصاله اوسع؟ لان هناك فوق كان في بلكونه وهنا مفيش بلكونه، فهنا شالت البلكونه. طبعا حاطين ده زينه ممكن يتشال عمود. شوف هنا بقى قد ايه الصاله. هنا 6.5 متر تقريبا، والعرض 4.7 متر. صالة كبيرة واسعة، هم هنا مستفيدين منها كصالة وغرفة طعام، زي ما قلنا هم عاملين البيت كأنه شقتين. جيب بقى هنا بص التدفئة اللي احنا قلنا عليها فوق، قلنا فوق مفيش تدفئة، الحطب هو هنا حط تدفئة بالحطب. طبعا تدفئة بالحطب ممكن تحطها هنا أو تحط واحد نفسها بالظبط فوق. الميجر دي ايه؟ انك انت طبعا بتكون وقت الحطب بتحوش تدفئه، والتدفئه بتدفي المكان بالكامل. طبعا شوف ما شاء الله اطلاله من هنا، محدش كاش حد ولا حد جاري حد. شوف التراس هنا. ما يبقى عندك في التراس.
هل جيران اللي حواليها مسلمين؟ هل هم صرب؟ هل هي بتحس باي مضايقه؟ طبعا مسلم، فعايزين نتاكد. الناس تقول لك لا اصل في البوسنه في صرب وفي مسلمين وانا عايز اسكن في حته في المسلمين، فخلينا نسالها السؤال زي كده مباشر. جيران اخبارهم ايه؟ انت هتسمو اوف ذا بليز اوف اس ليما صربي ده بسو ميت هيو تاكو يوسو مسلمان يقول باس باس اوو سوكرو مسلمان ناتشي وزنا ناس اللي مسلمانسكو ايما باس باس تروي ما تري كوتشه في بس ثلاثة صربيين. أتوصل ناش ستاري هذول جماعة من زمان ساكنين هون أصلاً. صربي مثل. كل واحد بيت ويت وعجزة يعني. تو جون نام على بايرام ونا زو وسربي أنا وايد وكم. مرات بيجوا حتى بعيد عليهم. كل شيء كنا كده نواجهه اللي تو نيه ما بروبليما. عشان تيجي هنا عشان ناس اللي هو يا سبرجنا وعندي. أنا موجود بيل روجن كوي يعني 1886 موي ديتو اوان رانتي روجن من 1886 هاي القطعه ايتو تعرفهم هاي لهم هاي لجدها والمنطقه هاي 1886 1886 وانتقلت لابوها الارض وبعدين من ابوها لإلها هاي تبيع لي ايه عايز تبيع لي زين اسالها كده بيتات اشتهوتش اشت بروداي ايش هنا تشو برتسو يا بروداي تشيركامي اوروني زت او تشيركي موش ima četvro djeci i ona je podstanar. Ja ću sad da riješim i njoj da pomognem. Deca je binta fi mavdu' l'i'tina bi evlada, l'anno zauđ binta tvoffa u ma hada munkan i'ilhum, fa hi evda tbija il bejt bina'an ala haji šan. Je binta Aša maha? Binta, a. Pita te tvoje čerka živi s tobom ovdje. Ne, ona je podstanar. Gdje? Pod Kirijom, ne vič. Gula ki je... ماخذ بيت في إليجا قاعدة فيه يعني مستأجرة عندها أربع أولاد فيه عشان تكون قريبة حتى من المدرسة وكذا يعني هتشتري بيت هناك معهم يعني ولا لا بدهاش بدها تساعدهم في الفلوس كلها تبعت البيت يعني وحبي الفلوس كلها بتساعدها بنتها بس تساعدها ما شاء الله والله سبحان الله الأم سبحان الله. إذا فاين سموك أكون عند فوق. عشان تقول لك مش قادر أنزل من. يعني كل شو مالو نيو مالو سينو إتو بس أنا مالو كده مالو كده. بس هي برضو في عندها ابن إنها تدعمه شوي برضو. بتاعتها. بس هي لازم فلوس يعني كده لو هي يعني لو صار فلوس حاجاتها تروح لازم يحطوها في عقار ما دام كان في عقار يحطوها في عقار أحسن. بقول لك بدي أحاول أساعدهم قدر المستطاع. ابني وبنتي وبعدين انا الله يدبرني. الله يرزقها يا رب. امين يا رب. من 1886 صح؟ اه ما شاء الله يعني انت يعني الحمد لله الله يبارك يعني عن جدها عن جدها رغم من ذلك هتبيع كل ده عشان تساعد بنتها. شوف هي رحيمه ازاي على بنتها؟ قلب الام. شوف ربنا ارحم على عباده اكثر من رحمه يعني بقول لك رحمه الام دي واحد من 99 رحمة من رحمة ربنا عليك. تخيل. صباح الخير. طبعا دلوقتي احنا خلصنا تصوير كامل بقى لنا 8 ساعة أو ساعة أو ساعة ونص حاولنا نصور لك كل التفاصيل دقيقة وصورنا طبعا المخططات وصورنا كل شيء وهنزل كل حاجة على السعر. بالنسبة للسعر طبعا هنتكلم عن السعر طبعا نهايتها سعر 200,000 مارك يعني باليورو 102,000 يورو وشوية بالكويتي تقريبا 37,000 بالدولار 121,000 عندك ريال سعودي 455 طبعا بتتكلم عن السعر في المنطقة دي طبعا هي مطار أخذنا 6 دقايق أو 7 دقايق من المطار منطقة قريبة جدا هادتنا عرض الحصري الآن ممكن زي ما قلنا تدفع 50% الآن و 50% بعد 3 شهور أو 4 شهور مع الاحتفاظ بالشرط اللي هي قالت عليه إن هو يتم كتابة ذلك في عند كاتب العدل وانت من حقك انك انت تعمل بلوك على العقار لحد ما تدفع الدفعه الاخيره وهي من حقها ما تطلعش من البيت لحد لما هي تدفع الدفعه الاخيره طبعا الست عايزه تبيع ليه البيت زي ما قلنا عايزه تبيع البيت عشان تساعد بناتها وتساعد كذلك اولادها او احفادها طبعا المنطقه هي تملك العقار ده او جدها تملك العقار من سنه 1836 تقريبا وعندك بقى لها تقريبا تملك العقار فهي هتضطر تبيعه عشان تساعد عيالها بس الله يا رب يحفظها ويحفظكم ويحفظ عيالكم وعيالكم
شوف شكل البيت من برا احسن. طبعا هاي المنطقه طبعا من اغلى مناطق البوسنه، في كثير من التجار العرب والمستثمرين. شوف مفتوح عندك الفيو ازاي. لو عارف السبب اكتب في التعليقات تحت. هل في مساجد هنا قريبة تسمع صوت الأذان؟ هذا المسجد بجانب هنا. طب احكي لنا دكتور عن البوسنة من 10 سنوات. الوضع بالبوسنة صار أفضل بكثير من 88. أعرف المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. الآن احنا في منطقة فوغشتا، الآن بيت وحديقة على شكل حرف L. الحديقة مساحتها تقريبا 720 متر مربع، البيت مساحته 310 تقريبا مساحة إجمالية. الآن هنشوف التفاصيل، بس قبل ما نشوف التفاصيل الآن اضغط على اشتراك ولايك في قناتنا على اليوتيوب. طبعا الحديقة كلها مستطيلة، ده شكل البيت الآن اهو. البرجولة الخارجية زي ما انتم شايفين جلسة مع الشاور، برجولة تلاقي مقرمش قوي الطبق ثلاث ادوار الطبق ثلاث ادوار. هذا جار البيت دكتور عيسى. مرحبا دكتور عيسى. الله يبارك فيك. الله يكرمك دكتور عيسى. طبعا لو احتجتم اي شيء ما تسكنوا، الدكتور هيكون جاركم، والجيرة لوحدها بمليون مارك. تسلم دكتور. عندكم ايه ما شاء الله؟ عندكم مترة؟ عندكم مترة دي هاي ما شاء الله، هايكم مترة وتفاح. اسأل الله يبارك لك الجار. طيب احنا نصور بعدين نخش الباحة. اوه كمان باب ما شاء الله، ده باب السحر ده دكتور، باب السحري. لا نخلص تصوير وبعدين نجيب واحد معايا. الله يستر. طبعا هاي الحديقة، هاي عفوا البرجولة الأول اللي قلنا عليها، برجولة خارجية. طبعا ما شاء الله من خشب، يعني بالرغم انه مع الشمس والمطر بس خشب بحالته، فواضح انه هو ما شاء الله قيم يعني. لذلك ما تفرح على شيء في بيتك، ما تقولش والله لا أنا هحط حاجة أي كلام، لا حط حاجة للزمن، لأن أنت ده بيتك، أنت مش عارف استعمله سنة سنتين 10 20. حتى لو ما استعملته بتيجي تبيع بيتك، بيع بيتك والحاجة تكون فيها أفضل، أحسن ما تكون حاجة فيها متكسرة. هذا كله بيدي أو بيدي سعر لبيتك أفضل. هاي البلكونة بس ما راح ندخل باب بيتنا هنا، راح ندخل باب من الجنب هنا. طبعا العوازل زي ما انتم شايفين، سامع؟ العوازل كم سنتي دكتور؟ 5 سنتي. لأن هذا مدخل البيت، هذا الجراج. ممكن نفتح الجراج ولا سوي صعوبة؟ والله شوية. خلاص نفتحه من الداخل. طبعا هذا مدخل الجراج، هنا الباب، هنا في النافورة، وهنا الباب الرئيسي. طبعا شوف الشارع الرئيسي فين، تفضل. هذا احنا في منطقة فوغشتا الآن، ده الشارع الرئيسي فيه الأسفلت. إيه هذا هو الأسفلت مبين الشارع. طبعا هنا الباب اهو مباشرة، طبعا باب حديد. شوف شكل البيت من برا. طبعا صورة على كامل البيت بالكامل. خلينا الآن نشوف داخل الفيلا. هاي حنفية مية خارجية، وهنا باب المشاة، هنا باب السيارات، بس طبعا الشجر ممكن يتقص ويترتب. تمام. هذا السلم الطابق الأعلى، بحيث أنت مفصول عندك لو حبيت تطلع من فوق، مفصول عن الطابق الارضي. لو حابب تدخل كل مع بعضه بس تعمل باب من هنا. هاي المنطقة. يبقى انت باب واحد في البيت. ممتاز، تفضل يا باشا. بس النور مو مبين ولا حاجة؟ السلام عليكم. Thank you.
طيب يلا نخش هنا على الجراج. هذا جراج طبعا جراج مساحته كويسه. لو نشوف العرض بتاعه قد ايه، 3 متر. وهنا هذا العمق طول 5 متر. وهنا في حنفيه كذلك. ممكن نستعمل جراج، ممكن نستعمل جلسه، يعني ممكن تستعمل جلسه تفتح كده وتقعد كانك قاعد في جنينه، يصير عادي يصير كده ويصير هيك ويصير هيك. خلينا نخش نشوف الباقي. هذا حمام، تفضل. حمام برضه مساحه منيحه، زي ما انتم شايفين في بانيو وشطاف وكل شيء مرتب. شوف الطول بتاعه تقريبا 2 متر ونص. ممتاز. هنا عندنا غرفة نوم. ما عرفتوش. تمام. هنا العرض 3.5. هنا كذلك. هنا الطول 4. طبعا في ميزة في الدش ان انت هو نفس الباب كده يقفل باب الغرفة، انت موفر على نفسك باب. الغرفة كتير مرتبة، في دفاية زي ما انت شايف. طبعا الغرفة مفيش فيها حد كاشف يعني. الآن شفنا غرفة وحمام، الآن نشوف هذه الجلسة. هذا المطبخ كده ممتاز، وهي الجلسة بقى أمام المطبخ. هذه الجلسة 4 متر في العرض. اي جلسه بيسموها جلسه اهل البيت يعني، او لشاي الضحى. وهون 3.2 متر تقريبا. هون ما شاء الله الغرفه، هاي الصاله الرئيسيه ما شاء الله كتير مرتبه. بص على البركيه ما شاء الله نظيف ازاي، يعني حالته. كم عمر البناء دكتور؟ حوالي 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله، كانه مبني بس له سنه سنتين يعني. كثير كلفك واخترت المواد القويه زي كذا. خلينا نشوف المقاسات قد ايه هنا. 4 متر. هون هذا العرض 4 متر. تشوف الاول قبل ما اشيل. اتوقع كم طول؟ ممتاز. مرضنا ندخل من هنا برا البيت. احنا الان شفنا صاله، مطبخ، جلسه لاهل البيت، حمام، جراج. خلينا نشوف كمان في ايه هنا. كده احنا خلصنا الطابق الارضي بهاي الغرفة الاخيرة. يبقى صار عندنا في الطابق الارضي غرفتين نوم وصالة ومطبخ وجلسة خاصة لأهل البيت صغيرة، مع مطبخ، مع جراج. هاي الغرفة 3.2 على العرض. وهون أربعة. بين الأخذ الحلوة هي غرفة الأطفال ما شاء الله. مكتوب هنا توكلنا على الله. كده احنا الطبق الأرضي خلصناه. طبعا الفاير بيس هذا موجود عشان لو حبيت تعمله هنا تدفئة، الحطب وتعمله جلسة يكون هنا. هذا اسمه طيب. فرجنا التوفيق كمان. ممتاز ما شاء الله. صور. شوف الديكور بتاعت الستاير هنا. صورتها.
صراحة الشغل مرتب جدا ما شاء الله مرتب لها. زي ما حكينا ممكن نعمل باب من هنا يبقى كله مع بعضه حين باب تم منفصل نطلع الدور اللي فوق. شوف الخشب، شوف السلم، شوف الوسع بتاع الممر، يعني ممر واسع مو ممر ضيق، متر وعشرين سم تقريبا. عشان لو عندك اي معدات تدخلها بتطلعها تلاجة. شوف الباركيه كأنه معمول امبارح، شايف الشغل تشطيبات. ما تسترخص في بيتك لما تيجي تبني بيت والله عايز ارخص، عايز احط ارخص شيء، كلامه منطقي. بص ما شاء الله البيت ما شاء الله اللهم بارك. غالي مبين تصل له حين 10 سنوات كل مبني موجود من امبارح. نخش بالحذاء عادي توكل. هذا الحمام الاول طبعا حمام واسع وفي جاكوزي، العرض 3 متر هذا 2.3 والعمق احنا قسناه 3 متر. نقيسه تاني؟ لا لا قيسه والله ما تقيسه. هتحلف الحمام؟ هاي مكان ال هذه مكان غرفة النوم اللي تحتينا. هو استغل المساحة وسع المكان جدا، عمل جلسة مع المطبخ. هذا يعتبر يعني روح البيت صراحة المطبخ ده. انت المكان واسع تحط فيه ثلاجة براحتك، تحط فيه ادوات الاكل، ادوات اللي انت بدك اياه. هذا مكان واسع، مكان واسع جدا صراحة. خلينا نشوف قد ايه المساحة. عندك العمق هنا 7 متر 6 تقريبا الطول، وهون 3.8. طبعا شوف البوتاجاز او التلاجة كمان. شوف يعني البيت بالرغم هو يعني بس مرتب، حتى شوف ترتيب ازاي. تعال صور هنا شوف الحاجات نظيفة ازاي ما شاء الله. شايف مطبخ، هاي التوصيلة بتاعت الفاير بيس وموصلة هنا. عشان لو حبيت تعمل هنا مدفأة تانية فأصبح عندك التوصيلة جاهزة تماما. طبعا لاحظ المكيف، طبعا الممر عادة الممرات بتكون متر متر ونص حد أقصى. شوف هو عمل ممر كام متر؟ 2 متر إلى 10 متر ونص. شوف هنا هذا المخزن، كل شيء مرتب صراحة مش مرتب. هاي الغرفة كده، احنا هاي الغرفة كده احنا شفناها أصبحت هاي الغرفة الرابعة. شفنا تحت 3 غرف، غرفتين قصدي، 3 غرف تحت وغرفتين. الغرفة الأولانية كم غرفة تحت؟ ساعدنا غششنا. غرفتين وصالون. وهي يبقى هي التالتة. شكلك جعان يعني. المطبخ هاي 2.8 متر. هاي غرفة كمان. هو عاملها جلسة بس هي ممكن تكون غرفة. شايف ما شاء الله واسعة جدا. شوف قد ايه المقاسات. البلكونه ما طلعنا نطلعها. بص انت ماشي احنا دايسين على الخشب مش سامع له صوت. ها مفيش اي صوت على الخشب ولا اي شيء. هاي كده الغرفه الاخيره، الغرفه الاخيره في الطابق الاول. لسه في كمان طابق تاني. تعبت يا حمزه؟ تعبت.
بص اشوف الشجر كده داخل جوه البيت ازاي. تعال اصور من هنا كده عند ال طبعا توصيلات الغاز كلها متوصلة. شايف التدفئة؟ البيت شتاء او صيف يعني يكفي الجيرة تكون موجودة وفي نفس الوقت المكان في ناس حواليك، ما انت فوق الجبل ولا انت تحت النهر. برأيك في حاجة ناقصة اللي جاي يسكن؟ جيب معاك دوس. شوف الآن الطابق الأخير، بلكونة مطر على النهر، ممكن نطلعها؟ في واحدة هناك وواحدة هناك. طب هي بلكونة اتنين في واحد، هنا في الصيف وهنا في الشتاء. الشتوية بلكونة الشتوية. صارت على البيت صراحة. شوفوا بقى الفيو. طبعا هاي المنطقة طبعا من اغلى مناطق البوسنة، في كتير من التجار العرب والمستثمرين. شوف مفتوح عندك الفيو ازاي. شايف هنا في واحد اماراتي من عيلة الشمسي شاري هنا، في واحد من عيلة الشلاحي الكويتي، هذه بتاعت عيلة بتاعت واحد الاماراتي عيلة الشمسي شايفها اللي هي برتقالي، شايف فيها برتقالي، وجنبيهم مباشرة واحد هنا برضه قطري، في واحد كويتي. شايف فيلا الصفرة دي بتاعت واحد كويتي من عيلة الشلاحي طيري. عيلة الشلاحي ما شاء الله عنده يمكن أربع خمس بيوت عنده هناك. المسجد طبعا غير مفتي البوسنة السابق ساكن هنا، عنده بيت بتاعه هنا في المنطقة دي. كنا مرة صورنا له بيته قبل كده في المنطقة صورنا هون. طبعا الطابق الثالث هو يسموه تحت السقف، مساحة مفتوحة تماما مبين. ها بس جاهز تقريبا، انت حاطط الخشب وحاطط كل شيء. ممكن ندخل؟ خش يا حمزة انت الاول. حتى الفوم والعوازل كل شيء. انت كنت حاط مسبح الاول ها؟ طبعا هذا الطابق عشان يبقى عندك مريح معاك، بس افتح شباك هنا او شباكين وشباكين هنا بس. انا في شفت ناس عندها بيوت تحت السقف، واحد شفته مستغلها غرفه مصلى، وغرفه مصلى وغرفه العاب يعني هو بيصلي فيها واهل بيته وكذلك العاب. في واحد تاني شفته عاملها غرفه للدراسه والمكتب واعماله وكده، بس الدور ده جدا مريح يعني، واحد يستجم من ضغط البيت وضغط العيال يجي بالليل يستجم، يصلي له ركعتين كده او يقعد لوحده بعيد عن الدوشه. هاي بلكونه شتويه طبعا كلها. شوف هنا الذكاء، هو صاحب البيت عمل ايه؟ حكيت بلكونه عاديه بعدين حط ازاز عشان يحمي بيته من البرد من المطر ومن الثلج وكل شيء، بالرغم ان هو ما بيستعملش الطابخ لنا. هذا المسجد الكريم. وهذا اللي بتاع الشمس او شايفه؟ ايوه. هذا فيلة واحد اماراتي محترم، كان هو وزير، كان وزير في الامارات، وزير سابق في الامارات. ابو عبد الله حبيبي ابو عبد الله. وهنا في فيلا احنا صورناها امبارح، فيلة اسامه جنبها على طول. جنب الفيلا هي. تبين ولا ايه؟ توكلنا على الله. عندنا الان ملحوظه مهمه، او يعني بتشوفها دايما في اغلب البيوت، بتلاقي دايما الشبابيك فيها نص حاطين ستاره على النص بس، ما بيحطوا ستاره كامله. فيا ترى ايه السبب؟ لو عارف السبب اكتب في التعليقات تحت. طبعا احنا الان صورنا العقار فيلا فوشه. طبعا المسافة من هنا لحد سنتر المدينة ومدينة المياه القديمة تقريبا 9 كيلو متر تقريبا، لحد المطار تقريبا 12 كيلو. طبعا هنا المنطقة جدا هادية وجدا رايقة، وزي ما انتم شايفين قاعدين نشرب الشاي مع الدكتور عيسى جار هنا العقار. فدكتور عيسى بقى نسأله شوية عن المنطقة. دكتور هل في منطقة بتكون فيها أي مشاكل؟
المنطقة هادية جدا. المنطقة أنا عندما أتيت هنا لأشتري البيت يعني بحثت كثير حتى استقريت على هذه المنطقة. المنطقة أولا في الشتاء مشمسة، في الصيف تقريبا يعني أبرد شوية من المناطق الأخرى. الجيران والناس هنا كلهم جيدين. طيب دكتور، بخصوص موضوع المنطقة، يعني هل في عرب ساكنين في هذه المنطقة؟ فيها نعم في جيران هنا. الجيران العرب هل هم اشتكوا قبل كده أو سمعت حد منهم اشتكى أو اتضايق أو أي شيء؟ لا نهائياً. هل في مساجد هنا قرية تسمع صوت الأذان؟ هذا المسجد بجانبنا هنا يعني فيه. تقريباً 300 متر؟ يعني تقريباً. طب احكي لنا دكتور عن البوسنة من 10 سنوات كانت عاملة ازاي؟ من 10 سنوات طبعا البوسنة صار فيها استثمار في الفترة الأخيرة من قبل الأخوة العرب، يعني الوضع بالبوسنة صار أفضل بكثير من سابقا. أنا بحكمي موجود هنا من 88، أعرف المنطقة وأعرف البوسنة كلها. بالنسبة للمنطقة هذه كان عدد السكان اللي موجودين هنا كان حوالي 700 بيت في هذه المنطقة، يسمى بلاغوتس. وبلاغوتس في اللغة البوسنوية يعني بلاغ، يعني كاكو كاجي بلاغوتس، يعني جيد هيك لطيف بلاغوتس. فالاسم يعني يدل على المنطقة نجيب منطقة لطيفة. طيب دكتور، في خلال الفترة الأخيرة دي هل البوسنيين بيتضايقوا من وجود العرب هنا في البوسنة؟ هل هم بيفرحوا بوجود المستثمرين العرب؟ يعني في ناس، بعض الأشخاص يقول لك والله هم يعني مو مثل الأتراك شوية يعني جلفين شوية، بيكون عندهم عنصرية. هل العنصرية هاي أنت بحكم أن أنت عايش ومقيم هنا طبعا واحد فيهم بتسع منهم يقول لك والله إحنا مش عايزين نشوف العرب، إحنا بنضايق من العرب، ولا على طول مبتسمين ويرحبوا؟ أنا بالعكس، أنا عندي أصدقاء بوسنيين كثير جدا جدا الحمد لله. بحكمي طبيب وأدخل على مناطق كثيرة أعرف الناس جيدة. البوسنويين يعني جيدين، لابد أنه يوجد هناك بعض الناس يعني في كل منطقة، لو خليت كل منطقة فيها الناس. لكن أنا صراحة يعني في كثير ناس أحيانا يحكوا أنه البوسن كذا، لكن أنا لم ألاحظ هذا الشيء بأنه يوجد ناس ما يحبوا العرب وكذا. بالعكس في الفترة الأخيرة حتى الآن بعد كورونا تضايقوا كثير جدا لأنه ما في عرب، تضايقوا كثير. طيب دكتور، أهم حاجة في البيت، إحنا صورنا البيت، يعني لو لخصنا البيت، يعني دينا أهم مستين أنت عملتهم في البيت لما جيت البيت. يعني كيف أهم مستين؟ يعني لو مسألوا مستيكر البيت إيه اللي بيجي في بالك؟ الأرضيات، الخشب اللي موجود فيه. كنت بشتري أغلى حاجة دكتور؟ كنت بشتري أغلى شيء. كنت بتشطب ليه؟ طب ليه كنت بتشطب الغالي؟ كنت بتحط شيء تجاري تستعمله كده وخلاص أي شيء زي ما بالنسبة لي. لأنه كنت أعمله لنفسي. وهذا نصحني لحد. الحين حمزة معانا ولا علينا؟ حمزة قال لي ما تبي. فصرت يعني الحين بعد ما صورنا البيت في الاخر احنا هنحطه هنقلنا. طيب نختم حديثنا مع الدكتور عيسى، بنشكره على الجلسه الطيبه والشاي الجميل، وافكركم مره ثانيه تشتركوا في القناه وتتابعوا منصتنا، منصات التواصل عندنا الاجتماعي، عندنا في السناب شات والواتساب والانستغرام، وادغم زر الاشتراك وفعل الجرس عشان توصل لك احدث الفيديوهات عندنا.